النهارده في هذا المكان. انا طبعا اقدم التعزيه للشعب المصري كله، واقدم التعزيه لاسر شهداء حادث الطائره يعني لما بان هذه الكارثه في عرض البحر الابيض المتوسط. ما ترد واحد كده ليلهم اهلهم وذويهم الصبر والصوان، وهذا المصاب ليس مصابهم لوحدهم ولكن المصاب الدوله كلها والوطن مصر كلها. اقدم لهم خالص التعازي، وطبعا اقدم التحيه للسيده الوزيره غاده وادي وزيره الاقتصاد الاجتماعي والدكتور خالد فهمي وزير البيئه واللواء احمد تيمور وقيادات محافظه القاهره الساده النواب اللواء محمد ايمن والاستاذه جيهان وكل الحضور الكرام. احنا زي ما الدكتور خالد قال واللواء احمد تيمور قال، هذا مشروع كان الغرض منه التعامل مع اكثر من 1000 عربيه في القاهره. القاهرة فيها 3600 ميكروباص قديم، فيهم 1000 عربية عمرها أكثر من 30 سنة، وهو ده المجموعة اللي احنا بنتعامل معاها في الأول. والفكرة بدأت ما بين محافظة القاهرة و الكلام ده بقاله سنتين تقريبا، والأستاذة غادة والي أيام أن كانت في الصندوق الاجتماعي، ثم مع الأستاذة سهى طبعا خالد فهمي كان له دور كبير من البدايه في دعمه لعمليه